بالنسبة لفريق المولودية الوجدية فنقدروا نقولوا بأن الفريق كمل المعسكر الأول ديالو اللي كانت المعسكر في جديدة, معسكر اللي عرف مجموعة من المباريات الودية, عرف مجموعة من اللاعبين, لاعبين اللي كانوا قيد التجريب ولاعبين اللي كانوا كذلك التحقوا بشكل رسمي فريق المولودية الوجدية. مجموعة نقدروا نقولوا بأنه وصل بها 90% عبد السلام وادو باش أنه يحضر المباريات الرسمية ديالو. فبعد المعسكر الأول اللي كان فيه ثلاثة المباريات الودية, كانت المباراة الأولى مع الراكب 3-0, المباراة الثانية مع جديدة 3-2, ومباراة الثالثة مع أسفي اللي لعب بها تقريبا بتشكيلة اللي ممكن نشوفوها هذا الموسم كانت بواحد الواحد. انتهى المعسكر ديال جديدة, جات يومين ديال الراحة القرضة بالنسبة للمجموعة كاملة, بدأوا تدريب كذلك في المعسكر الثاني ديالهم بالجهة الشرقية بالضبط في مدينة وجدة, وكذلك كان عندهم حصة تدريبية بمدينة السعيدية باش أنهم يحضروا المباريات الرسمية ديالهم اللي عندهم مباراة مع وادي الزم غادي تكون في السبت على الساعة تقريبا 5, مباراة اللي غادي تكون مباراة رسمية وكل شيء متشوق هنا في مدينة وجدة باش يشوف الأداء ديال المجموعة ديالو, خاصة أنها تغير الجيل ديالها بشكل كتير هذا الموسم باش يشوفوا مجموعة من الأسماء اللي التحقت هذا الموسم فريق المولودية الوجدية. الميركاتو الرسمي بالنسبة لهم يعقوب أصيلا, كومارا ديمبا, حمزة سمومي, نبيل عنكور, وأدم بوجمعة, كذلك فيصل غراس الحارس فخر, بالإضافة لعبدو البا الموريتاني غير المستجد اللي كاين اليوم مازال ما تعلم بشكل رسمي, ولكن عبد السلام وادوفا داز مع الزملاء ديالنا في إذاعة وجدة صباحات اليوم ليأكد كذلك انتقال رسميا. ريكي نكاتشو هذا لاعب كاميروني قال بأنه تعاقد مع فريق المولودية الوجدية, وكذلك تحدث على جوج ديال النقاط اللي هي نقاط رئيسية كينتظرها الجماهير المغربية. قال بأنني تكلمت مع الرئيس سي محمد هوار باش أنه يحافظ على الركائز الأساسية وتكرر الأسماء كل من خافي وكذلك اللاعب ادم النفاتي, فهو طلب من هوار باش انه يبقاو مع هاد جوج ديال الاسماء واعتبرهم الركائز الاساسيه بالنسبه لفريق المولوديه الوجديه, يعني في التواصل ديال عبد السلام وادو مع السي محمد هوار, وهذا كان تصريح رسمي بالنسبه لعبد السلام وادو كياكد بانه طلب باش انه يخللوا هاد جوج ديال اللاعبين. بالنسبه للميركاتو ديالهم تقريبا مشى لتسعات اللاعبين. بالنسبه للاسماء اللي ممكن تلتحق لحد الان نقدروا نقولوا بانهم غادي يغلقوا الميركاتو ديالهم لان كانوا عندهم لاعبين قد تجرب بالنسبه لفريق المولودية الوجدية, منهم اللي تقبلوا ومنهم كذلك اللي غادروا اللاعبين ديال فريق المولودية الوجدية. العروض اللي كانت عند خافي من مصر والعرض اللي كان عند حركات لحد الان فخافي كما قلت عبد السلام وادو طلب من رئيس النادي باش يبقى معهم, وبالنسبه لحركات قرضه نقدر نقول بان مازال مشاورات مازال حديث ما بين الماس خاصه وفريق المولوديه الوجديه لحد الان لا رسمي بالنسبه لهذا اللاعب مع فريق المولوديه الوجديه في انتظار المباراه ديالهم الرسميه اللي غادي تكون كما قلت نهار السبت مع في ملعب خريبكة على أرضية يعني طبيعية باش أننا نكتشفوا فريق المولودية الوجدية.